And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner, representing Uzbekistan, is Lazizbek Mullajanov. Ladies and gentlemen, we have arrived at your concluding bout of your entire event. This is your concluding bout here, bout 242 in your men's finals of your ASBC Asian Elite Men's Boxing Championships 2022. It's been quite a journey so far, as we've had 27 nations sending over 274 athletes around the world to fight here live in the capital of the Hashemite Kingdom in Amman, Jordan. However, only the best of the best in Asia remain, and everybody want to hear the big man say their name. Ladies and gentlemen, this is bout 242, your final concluding bout of the evening. Bout 242 is sanctioned for three-minute rounds in a men's super heavyweight plus 92 kg matchup. This bout is sanctioned by the ASBC in association with the IBA to determine your undisputed men's super heavyweight championship title. Your five judges being represented here tonight ringside are from Algeria, Korea, Slovakia, Italy, and finally Morocco. And when all the action begins in the ring, your man in the center by the bell, representing the IBA by way of Ireland, with referee Ben McGarrigle. And now, reintroducing first, fighting out of the red corner, Khurramdar Min Mirzalar Kharsalinistan, Kazakhstan, Khamshibek Kunkabayev. Ready! This is round number one. سيداتي أنساتي سادتي، في ختام هذه البطولة في بين من كازاخستان كامشيبيك كونكابييف في الركن الأحمر، ومن أوزبكستان لازبيك مولوغونوف في الركن الأزرق. إذن لقاءات المصنفين على مستوى العالم. إذن اللقاء في بداية هذا اللقاء يبدو هنالك جلسه نبض كلا الملاكمين بالقارد العاصر، اذا الملاكم والقارد العاصر دائما يتفوقون ويصلون الى النهائيات في ملاكمه الهواء. اذا نلاحظ هنا الهجوم من كامشيبيك كونكابايييف. مباراه جميله ومستوى فني رائع مع بدايه هذا اللقاء، و سيكون معنا بالتحليل على هذه المباراة الكابتن محمد حيمور. إذا نشاهد بداية يعني هادئة لهذا اللقاء، ما هو توقعاتك كابتن محمد لهذا اللقاء بالذات؟ يعطيك العافية كابتن أيمن. بصراحة كابتن أيمن، اللاعب الكازاخستاني واللاعب الأوزبك لاعبين جيدين ومستواهم الفني متقارب، اثنين حريصين من بعض والاثنين يطمحون وعندهم القدرة أن يأخذوا الميدالية الذهبية في بطولة آسيا. لحد الآن يعني قلت لك كابتن أيمن المستوى متقارب جدا، في أفضلية بسيطة للاعب الأوزبكي للاعب أوزبكستان، يلكم أفضل وحركاته أفضل ويتحرك بشكل جيد. سنرى يعني هل الجولة الثانية ستكون أفضل وفيها
الآن لكمة قوية من اللاعب أوزبكستان. سنرى الجولة الثانية سيكون فيها لكم وشحن أكثر من قبل المدربين للاعبين ليكون هناك جولة قوية لحصد الجولة الثانية من هذا اللقاء. الآن مسك اللاعبين وأرى كابتن أيمن أيضا اللاعب أوزبكستان يتمتع بالخفة الحركة والجسد القوي الصلب واللكمات القوية ويلعب. الآن أيضا كابتن أيمن كمان لاعب كازاخستان يلكم وجه اللاعب الأوزبكستان. شكرا كابتن محمد حيمور. والآن نعود إلى اللقاء، ما زلنا في الجولة الأولى، اقتربت الجولة من نهايتها، سننتظر رأي القضاء ولكمات جميلة من كلا الملاكمين، لكن أيضا أوزبكستان تفوقت قليلا في هذه الجولة. لنرى النتيجة. نعم بالفعل ذهبت إلى أوزبكستان بالكامل 5-0 لمصلحة لايزبيك مولوغونوف من أوزبكستان في الركن الأحمر، في الركن الأزرق. إذن النتيجة أوزبكية. إذا تعادل كلا البلدين أوزبكستان وكازاخستان في الذهب، وكما ذكرنا الآن أوزبكستان 4 ميداليات ذهبية و2 فضة، وكازاخستان 4 ميداليات ذهبية و4 فضة، في حين تايلاند 2 ذهب، والأردن 2 ذهب و2 فضة، الفلبين 1 ذهب، الهند 1 فضة، منغوليا 1 فضة، واليابان 1 فضة. إذن تعادل في الذهب، وفي محاولة الآن لتكون هذه المباراة فاصلة في الميداليات الذهبية بين أوزبكستان وكازاخستان. إذا شاهدنا كابتن محمد يعني الجولة الأولى وذهبت بالكامل إلى أوزبكستان. الآن ما هو المطلوب من الملاكم الكازاخستاني المتأخر في الجولة الأولى بنتيجة 5-0؟ كابتن أيمن، نتيجة مستحقة للاعب من أوزبكستان، نتيجة 5-0. بس كما قلنا كابتن أيمن، النتيجة اللاعبين متقاربين جدا في المستوى الفني والمهاري، لكن هناك أفضلية بسيطة للاعب أوزبكستان. الآن مطلوب من اللاعب كازاخستان الهجوم أكثر واستغلال المستقيمات واستغلال يد الأمامية والخلفية بشكل جيد، وعدم المسك وعدم الالتحام مع اللاعب، والتحرك بشكل جيد واللكم بشكل واضح، وتكثيف أيضا الهجوم، ويبادر في بداية اللكم في هذه الجولة لحصد هذه النقاط الخمس ليتم التعادل، لتكون هناك جولة الأخيرة هي الفاصلة الجولة الثالثة. الآن نرى تحسن طفيف، الآن تحسن اللاعب كازاخستان في هذه الجولة، لنرى هل سيستطيع أن يأخذ نقاط الخمس لهذه الجولة، ليكون هناك أمل في هذه المباراة لحصد هذه النقاط والتفوق في الجولة الثالثة. أمس سيكون هناك فوز في هذه الجولة للاعب أوزبكستان وتصعيب المهمة على لاعب كازاخستان، ليأخذ هذه الجولة ويحصد نقاط هذه الجولة، فيكون هناك من الصعب التعويض في الجولة الثالثة في هذه اللقاء. شكرا كابتن محمد، ونستعرض هنا معكم الإنجازات للملاكم الكازاخستاني كامشيبيك كونكا باييف، هو ملاكم كازاخستاني من مواليد عام 1991 18 نوفمبر، أيضا هو ملاكم محترف، أيضا لعب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020، يلعب في فئة فوق الثقيل، يحمل برونزية أولمبياد طوكيو 2020 وفضية بطولة العالم 2017، فضية بطولة العالم 2019، فضية آسيا 2017، وفضية آسيا 2019، وفضية آسيا 2021. إذن ليس بالملاكم السهل ملاكم كازاخستان كامشيبيك كونكا بييف، رغم الفوز في الجولة الأولى للايزبيك مولوغونوف،
في الجولة الأولى 5-0، إلى أنه الآن أيضا عزز من فرصه في الفوز لايزبيك مولوغونوف بنتيجة 4-1. إذا القاضي الجزائري منح الكامشيبيك كونا كابييف الفوز، في حين القضاء من كوريا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا والمغرب منحوا الفوز للملاكم الأوزبكستاني لايزبيك مولوغونوف. إذا كابتن لاحظنا الآن 5-0 الجولة الأولى و4-1 الجولة الثانية لمصلحة الأوزبكستاني لايزبيك مولوغونوف. ماذا تقول كابتن أيمن؟ لاحظنا هنالك تحسن في هذه الجولة للاعب كازاخستان، في هذه الجولة كان في تحسن وأخذ نتيجة 4-1 لمصلحة الأوزبكستان، مما صعب هذه النتيجة على لاعب كازاخستان في فرصه في هذه في هذا اللقاء. الآن يجب عليه أن يضغط بشكل أكبر ليكسب ضربة قاضية في هذه الجولة، وأنا أرى هذا هو مستحيل في هذه الجولة، لأن اللاعب الأوزبكستان لاعب قوي جدا ومهاري ويمتلك الخبرة الكافية لخوض أو سيطرة هذا سيطرة على الجولة الثالثة من اللقاء وحصد أيضا نقاط هذه الجولة. كما قلت كابتن أيمن، لاعب كازاخستان هو بطل وشارك في أولمبياد في الأولمبياد وحصل على ميدالية برونزية وأيضا شارك في العالم وحصل على ميدالية فضية، يعني هو لاعب ليس بالسهل ولاعب قوي جدا وله خبرة عالية في هذا المجال. أما اللاعب أوزبكستان لاعب جيد جدا وممتاز ويستطيع أن يدير اللقاء واستطاع أن يدرس ملاكم كازاخستان وسيطر عليه في هذا اللقاء وحصد 3 جولات في هذه المباراة وأن ينال الميدالية الذهبية في هذه البطولة. شكرا كابتن محمد، ولكن أيضا نذكر بأن الملاكم لايبزيك مولوغونوف هو من أبطال العالم الكبار وحقق ميدالية ذهبية أيضا في الأولمبياد. إذا هذا لقاء القمة بين كازاخستان وأوزبكستان، تبقى حتى قرع جرس الجولة الثالثة والأخيرة لا نستطيع أن نتكهن بالنتيجة رغم الفوز النقطي لغاية الآن لايبزيك مولوغونوف في الركن الأزرق من أوزبكستان. إذن ستكون هنالك تفوق في عدد الميداليات الذهبية لمصلحة أوزبكستان، 5 ميداليات ذهبية و2 فضة مقابل 4 ميداليات ذهبية و5 فضة لكازاخستان. إذن في حسابات الذهب والفضة تتفوق بعد هذا اللقاء وبعد التثبيت فوز لايزبيك تكون أوزبكستان في المركز الأول وفي الميدالية الذهبية وكازاخستان في المركز الثاني، ولكن توجد هناك حسابات أيضا الميداليات البرونزية ومجموع المجموع العام للسيدات والرجال سيذهب بالتأكيد إلى كازاخستان. إذن أوزبكستان في الرجال تكون قد حققت 5 ميداليات ذهبية مع الثواني الأخيرة من هذا اللقاء. وانتهت الجولة الثالثة والأخيرة، تفوق واضح وصريح للملاكم لايزبيك مولوغونوف من أوزبكستان، هذا الملاكم المصنف أول عالم، هذا البطل الكبير من أوزبكستان منح الفوز للميدالية الخامسة الذهبية. Ladies and gentlemen, your final concluding bout here in your men's final, bout 242
in your ASBC Asian League Men's Boxing Championships 2022 comes to a close after being three-minute rounds in a men's super heavyweight plus 92 kg division. This bout was sanctioned by the ASBC in association with the IBA to determine your winner between Kazakhstan and Uzbekistan for your undisputed men's super heavyweight championship title. After a close fought three-minute rounds, we go to the judges' scorecards where all your judges see it the same way, ruling in favor of your winner by points, declared by unanimous decision. To the blue corner is Uzbekistana, Lazizbek Mullajadov. إذا تم الإعلان عن فوز البطل العالمي أول العالم.